حصل لنا 7 سنين بالسوق، فشفنا كيف اتطورت بيئه الاعمال تبع رواد الاعمال، وبعتقد اليوم اول سنه فينا نقول عن جد عم بتاثر كثير على قطاع الخاص، لانه شركات مؤسسه صار لها 10 20 30 40 سنه بالبلد شايفين انه اسواقهم برات لبنان وبرات لبنان عم يتاثروا بكل شركات التكنولوجيا اللي عم بيطلعوا من لبنان ومن برا، فعم يشتغلوا مع رواد اعمال لا يقدروا يطوروا اشغالهم ويقدروا يطوروا شركاتهم ويكبروا هالشركات، فعم بيصير في نوع من هالتعاون بين رواد الاعمال والشركات الخاصه بالبلد والقطاع الخاص ليقووا الاقتصاد اللبناني. نحن من اهم اهداف عنا هي نخلق شيء اسمه المالتيبلاير افكت بالبلد، انه هالشركات هالرواد الاعمال هالشركات الناشئه يشتغلوا يساعدوا سوا ليكبروا طاقه البيئه تبع رواد الاعمال بالبلد. اليوم هنا انه باخر 7 سنين هيدي الطاقه كبرت فوق ال10 مرات اللي كيف كانت بال 2010 و2011، الشركات عم يشتغلوا اكثر سوا، رواد الاعمال عم يساعدوا بعض اكثر، وهيدا عم بياثر كثير على تطلع على كيف بدنا نكبر الاقتصاد البلد وكيف حننجح كلبنان. هيدا من اهم اهداف عنا، وبعتقد هيدا من احسن انتاج قدرنا نعمله. كيف برايك البلد بتطوروها؟ اليوم عنا بلبنان في كثير استثمار عم بيصير بالستارت ابس بشركات تكنولوجيا، نقدر نشتغل مع هالصناديق الاستثمار الناس اللي عم يستثمروا بهالشركات وهالشركات ونفتح لهم اسواق برات لبنان. نحن بلدنا بلد صغير ولازم ناخذ المعركه على اسواق جديده نقدر نحارب فيها ونربح ونستفيد منها كبلد. فاليوم اهم شيء بعتقد عنا نعمله هلا بعد كم سنه لقدام هو نكبر هالاسواق اللي برات لبنان للشركات اللي عم تكبر عنا.